أعطي معلومة يعني أنا قلت الشعب العراقي يستحق واحد يصارحه. آخر التسريبات وصلت اليوم أنه إذا ما صار اتفاق بين عزم وبين تقدم على مرشح فراح يدخلون اثنيناتهم، صح راح يدخلون يعني للبرلمان، بس صار الاتفاق واتفاق نهائي وتذكره راح يدخلون مرشح بعزم ومرشح بتقدم، وإذا اختلفوا راح يدخلون كل واحد مرشحين، يعني يدخل عزم خلينا نقول مرشحين، وقالوا نترك القرار للبرلمان، أي بمعنى راح يتركون القرار لمن؟ للتنسيقات بين الكتل السياسية. يعني اليوم أنا منسق ويا من، وهاي معلومة مؤكدة 100% وأتحدى حد فيها، هاي راح يدخلون بها. يعني أنا مثلا راح أنا تقدم راح أرشح أستاذ مؤيد الجحيشي لمنصب رئيس البرلمان، وعزم راح يرشح أستاذ سين من الناس، ومعهم اثنين ستاند باي. إذا توافقنا على الاثنين راح يسعدون وينهوا موضوع التصويت.